مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معنا وهالليلة الجديدة من ليالي الكويت. مساء الخير محمد. مساء النور غادة، وتحية لكل من يتابعنا عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت وبرنامج ليالي الكويت. حلقة جديدة إن شاء الله تكون متميزة بمتابعتكم بإذن الله، سواء كنتوا داخل الكويت أو خارج الكويت. اليوم بدأ ينبض مسرح الكويتي بشكل واضح وجلي. صح. كل الناس سواء كان المسرح الكبار أو حتى مسرح الشباب ما شاء الله انطلقوا هالسنة انطلاقة رهيبة. يعني السنة هذه لاحظنا أن دراما رمضان كانت إنتاجات غزيرة جدا، والحين المسرح الكويتي برمضان أيضا إنتاجه غزير وجميل وعلى كل المستويات مثل ما قلت يا محمد. لأن إحنا لاحظنا أن المسلسلات المسرحيات مستمرة لغاية الحين، يعني مع انتهاء العيد، لكن مستمرة. بعضهم مدد وبعضهم أو أغلبهم عنده sold out. فألف مبروك النجاح لكل الشباب ولكل المشاركين في الإنتاجات المميزة للسنة. أكيد أنا اللي حبيت أن الجيل المسرح الكبار ما شاء الله يقدمون مستمرين. الشباب كل واحد قام يشتغل بروحه وقاعد يبدع، قاعد يوصل الناس. يعني من ضمنهم الفنان الجميل خالد المظفر، بصراحه مكتسح. انا اسمع اصداء صراحه، ما تابعت ولا شيء، ما شفت شيء، ما رحت، ما زرت. لكن انا زين اطلع من البيت، ما اطلع انا بيتوتي، فاشوف انه في اصداء حق خالد المظفر ما شاء الله. مثلا عوده البلام مع داوود حسين ما شاء الله، عوده شعبان مع طارق العلي، يعني قاعدين نشوف اكيد الحملي مع كل النجوم اللي مشاركينه. يعني في زهوه كبيره، هذا غير الاستعراضات اللي اكثر من رائعه في مسرح الطفل هالسنه. في شيء غنائي بعد طلع، كله الطفل كله غنائي. وللامانه الياهال حافظين الاغاني من قبل لا يدشون المسرحيه. بس ما ادري اي مسرح هي بالضبط، لكن سؤال، رحتي انت بصراحه خذيتي العيال؟ والله السنه هذه ما قدرت، الياهال امتحانات ولويا، فجت شويه يعني الوقت. اهم شيء وانا اخوك الدراسه، الدراسه الله أيوة يحفظهم ان شاء الله ويوفقهم ان شاء الله ويوفق كل عيالنا ان شاء الله. اليوم حلقه متميزه، دائما احنا حلقاتنا متميزه بكل ضيوفنا من خارج الكويت. اليوم المملكه العربيه السعوديه راح تكون معانا من خلال الفن المسرحي وايضا الدراما السعوديه والكوميديا. اتوقع اليوم الحلقه دمها خفيف ان شاء الله. لكن مثل ما قلنا، يعني بما ان المسرح بالكويت نشيط جدا، فخلونا نشوف هذا التقرير عن اهتمام الناس بحضور المسرحيات بالعيد، وايضا يعني هل هم بانتظارها دائما او لا. هو مثل روبورتاج سريع ناخذ فيه اراء الجمهور، وبعدها راجعين لكم مع ضيوفنا من المملكة العربية السعودية الشقيقة. أي أحد بيشاركنا على هاشتاغ ليالي الكويت في تطبيق أكس أو تويتر سابقا. وحياكم الله. حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا. مثل ما شفتوا اليوم منورينا ومشرفينا داخل الاستوديو نجوم الكوميديا في المملكة العربية السعودية، اللي لهم بصمتهم أكيد في إضحاك الجمهور سواء في المسرح أو في الدراما الخليجية والسعودية بالتحديد. أكيد حياهم الله، منورينا في ليالي الكويت النجم والفنان السعودي بشير الغنيم، وايضا الفنانه عجيب الدوسري. حياكم الله في برنامج ليالي الكويت. يا هلا وسهلا، حقيقه احنا اللي تشرفنا اول شيء بهالدعوه الكريمه والدعوه الطيبه. وحاب اقول اول شيء انه كل عام وانتم بخير، وكل سنه وانتم طيبين، ودوله وشعب الكويت كلها ان شاء الله بصحه وسلامه يا رب. اللهم امين. وانتم بخير وصحه وسلامه. انا مبسوطه كثير بشوفتكم صراحه عن جد، يعني انا ما صدقت صراحه عيوني. حبيبي المتابعين صراحه ليالي الكويت دائما، ومبسوطه فيكم. اول مره صراحه اشوفك على الطبيعه وانبهرت. حبيبتي والله مره كيوت وجميله. تسلمين تسلمين. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والشعب الكويتي طيب. طبعا انا احس اني بين اهلي وديرتي. انا أكيد. اليوم أكيد. نزلت بالمطار وانا مبسوطه بصراحه. اكيد وانت طيبه. الناس بشاشتها وجمال قلبها يعني شيء لا يوصف بصراحه. خبر جميل. بس عفوا مدام هي قالت لل، واول مره اشوفك الحقيقه على الطبيعه. الحقيقه انا انبسطت من شفتك. والله احلى كلام واحلى جميل. ما يصير عندي قولي لها بس. انا فرحانه فيها بنيات يعني تعرف يعني. شو التفرقه هذه؟ ليش اقول لك بدينا شفت علشان كذا على طول كسرت القاعده. فاقول والله تعجبني منور الدنيا استاذ. بس باكر في تعليق اجازه او دراسه عندكم شيء بالسعوديه بالشرقيه؟ انا قريت خبر توني. والله شوف بقول لك شيء، السنة هذه ما شاء الله بالحمد لله يعني الحمد لله الغيث والمطر الحمد لله يعني بشكل جميل جدا. يعني السنة هذه بكمية كبيرة من الأمطار وهذا، فدائما أنت تعرف الشرقية لها خصوصيتها في هطول الأمطار، لأنه النخل والأجواء وال، لا يعني الآن تروح تاكل التمر الله تاكله. يسوي اعلان. انت جبت لنا تمر وياك؟ انا
احد يجيب عندنا مثل في السعوديه خاصه في الاحساء، طبعا الاحساء اسمها هجر. نعم. فيقول يا جايب الماء لها الهجر ما لك حسنه ولا اجر. أوه. لان عندهم المويه صح موجود نفس الشيء الكويت عندنا التمر اجيب لها تمر اي بس ما في على تمر القصيم مين القصيم والله الاحساء يا ماما الخلاص يعني الخلاص الحساء اي والله خلاص الحساء احنا نقول ان شاء الله ان امطار خير على المملكه العربيه السعوديه وعسى الله يحفظها ان شاء الله بس احنا ما عندنا تعطيل باكر تو الناس ما جاتنا المطره امطر شوي الله يجيب الخير لنا ولكم جاء اليوم مطر عندكم خفيف 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 وبعدين قالوا يعني حيرتفع مره ثانيه وحيجي احنا المشكله عندنا الطلاب شوي اي مطره خفيفه يبون جهازه اي طبعا لانه الطلاب ولا اهالي الطلاب والمعلمين لانه خايفين يتبللون من المطر الله يعطيكم العافيه وشكرا لوجودكم والامانه يعني انتم من الاسماء الجميله جدا في عالم الكوميديا استاذ بشير اسمح لي ابدا مع حضرتك نتكلم عن الكوميديا السنه هذه يعني الانتاجات يمكن في الدراما الخليجيه كان قليل منها حصه الكوميديا صحيح. وبعض النجوم الكبار ايضا ما قدموا اعمال حضرتك ايش رايك يعني بقله وانحصار عدد الانتاجات الكوميديه هو في عندنا اشكاليه والاشكاليه دي احنا اللي جبناها انفسنا حقيقه نعم. انه اصبح رمضان لازم يكون في عمل اعمال كوميديه واعمال دراميه واعمال يعني تراجيديه وكذا فانا اقول انه يعني السنه ما هي بس فقط رمضان صحيح. يعني ممكن تقدم عمل كوميدي في اي يعني في شهر ذي الحجه في ذي القعده في اي يعني احنا اقتصرنا فقط انه لازم عمل نشوفه كوميدي او تراجيدي في رمضان ليش عملناها بس فقط في رمضان رغم انه زي ما قلت لك انه السنه 12 شهر فانت قدم عمل وثقي ثقه تامه انه العمل المتميز سواء نزل في رمضان نزل في ذا حيشاهد لانه عمل الناس حتتابع العمل نعم. والمشاهد الاولاني لاي عمل هو الاعلان تبعك لانه راح يقول لك والله شفت عمل ممتاز وشفت فتبدا العمليه تتجمع بحيث انه العالم تشاهد هذا العمل السنه هذه الناس كثيرين يقولوا وينكم انتم ما لا ناصر القصبي لا عبد الله السدحان لا 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 الاسماء هذه كلها ما في اعمال كوميديه فقلت ما في نصوص احيانا النصوص تعتمد على النص في المقام الاول انه متى ما كان عندك نص متميز ونص في كوميديا والعالم الان زي ما تفضلت انت الان انه صارت العالم كلها مشاهده على رمضان يمكن هو اهم دوره من خلال الدوره الرمضانيه يعني الدوره الرمضانيه سباق رمضاني الكل يكون يعني متابع تجمع عائلي على الشاشه اي بس لا تنسين ايضا انه كثافه الاعمال ما حد خليك تشوف انت وش تشوف تضيع مثلا يعني إيه يعني انت تشوف هنا ولا تشوف التلفزيون هذا ولا التلفزيون ده ولا القناه هذه ولا المحطه هذه كثره الاعمال بالعكس متى ما كان انت عندك عمل متميز وانفردت فيه في قناه معينه الناس تقول لك ما في الا هو خلينا نشوفه السنه هذه كانت في اعمال حقيقه انا يعني في ممثلين متميزين قدموا السنه هذه اعمال يعني انا شفت الفنان ماجد مطرب فواز قدم عمل السنه هذه على جاك العلم اي كنتي موجوده معاهم عجيبه ولا اي كانت شخصيتي ساره بنت مليحان ام صاطي اسحى 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 انا احسبك تكلمني هذه لازمتي هذه لازمتي اني استحي العصفوره يعني هم قالوا لي العصفوره الاعمال يعني السنه هذه رغم كثرتها لكن كانت تحتها خطوط كثيره وخطوط حمراء طيب كثيره طيب استاذ بشير انت قلت ان غياب النجوم الكبار ناصر القصبي عبد الله السدحان انه بسبب ازمه النصوص عندنا كوميدي يعني هل المملكه العربيه السعوديه تعاني من نقص في النصوص الكوميديا لا مو يعني انا بقول لك شيء عبد الله السدحان كان عنده عمل حلو وتم تصويره بالكويت حلو ولكن لظروف العمل وللتاخير تسليم العمل للتلفزيون اجراءات وقفوا لانه اعلنوا عن برامج التلفزيون وكان من ضمنها بس عبد الله بس ما كانوا جايبين اي حلقات عشان يبدونها ف نعم استبعد نعم عبد الله السدحان ناصر ما عنده شيء السنه هذه ما قدم ما اخذ بريك الكتاب احيانا كاتب النص يرى من وجهه نظره هو انه هذا يعني نص كوميدي وقد تقرا العمل وتلاقي ما في شيء
واحيانا ممكن يكون نص هو يقول لك يعني انا كاتب، تلاقي انه عمل جميل. احيانا انت تحط مقاييس معينه لكل عمل وتتفاجئ انه هذا العمل راح يضرب، تلاقي العمل ما يعمل شيء، ما له حد درى عنه. نعم. واحيانا العمل لا، تقول يلا يلا خلينا نمشي هذا، وتلاقي هذا العمل الناس تتكلم عنه. فمقاييس الكتابه ومقاييس الاعمال ما عاد في الان لها مقاييس. والتوفيق من رب العالمين. وبعدين العالم صارت الان كله بالأجهزة ذكية. حلو، أبى أنتقل حق الفنانة عجيبة الدوسري. أول شيء نشكرك، تدري عندك ارتباطات وأجلتي عشان تكونين معنا، فهذا نشكرك على هذا أو قبول الدعوة معنا. لكن ليش الناس دائما أو ليش السباق دائما في شهر رمضان؟ أبي إجابة أنت اليوم كفنانة، ليش مو باجي شهور السنة؟ بالنسبة لي أنا شهر رمضان أنا سمين موسم الذهبي، يعني أنا كل رمضان لازم أحط بصمة حلوة جميلة يعني تقعد لي للسنة الجاية. فكانت عندي مشاركة في مسلسل شباب البوم، كانت عندي مشاركة في كثير عدة مسلسلات، ما قدرت يعني أطلع معاهم لارتباطاتي في مسلسلات. فقاعدة أقول الحمد لله يعني بعض المسلسلات اللي إحنا صورناها إن شاء الله حتكون يعني من الأوائل اللي حتنزل على شاهد، من أولهم فرسان قريح حيكون إن شاء الله مع عبد العزيز الشهري، حينزل قالوا في 10 مايو. وفي بعض المسلسلات ما احب اسرح، خليها السبرايز. اي صورتيها وخلصتي ولا لسه؟ لا صورناها وفي اشياء قاعدين نشتغل على اي لا في الحين قاعدين نشتغل. طبعا انا ونخبه نجوم طبعا هم تكلموا، فانا حقول يعني حصرح بس شيء بسيط مش كثير. اولهم عبد المحسن النمر الفنان، وابراهيم الحربي معانا، معنا لبنى، معنا لهام علي، نخبة نجوم. والله هذا شكله دراما، ما هو دراما كوميدي. جميل، مسلسل جميل. وانت دورك في كوميدي ولا عادي؟ لا للأسف حتشوفوني بستايل غير كوميدي، حتى أنا قاعدة أقول لهم جتني كآبة، جتني ضيقة يعني لا يعني مو أنا مش ستايل يعني على طول إني أمشي. ويقولون للشباب 90 حلقة، 90 حلقة صحيح، نظل مكتئبين 3 أشهر والله ليش؟ وأنا قاعدة أبكي طول اليوم، المخرج يبكي والممثلين يبكي وأنا أعيط والناس تعيط. فهو لا ستايل غير يعني، حتى يعني احنا متعودين على ان كشخه وكذا، لا هم مغيرين نفس انتم متعودين دائما تشوفونا باشياء حلوه. لا هالمره يعني طالع مسلسل زين، طراز غريب. حلو زين، سؤال، ما تخافين انت لما تغيرين لونك ممكن الناس ما تقبلك اليوم كفنانة؟ اي لون سمراء ممكن اللون الفني الفني مو خايفه ولا عادي؟ هي تجربه، انا كثير دخلت تجربه كثيره في مسرح في بمسلسلات، فدائما انا ادخل اي تجربه اقول هي تجربه، ولسه قاعده اشتغل على نفسي ولسه ما يعني هو انا يقولون انت في الصفوف تعتبرين الثانيه او الاولى، انا اقول لسه ما بعد سويت شيء لسه ما بعد. السؤال انت ليش وافقتي اول شيء يعني؟ وافقت لان الدور كان لانه دور جديد ولا انت هل انت دور ما قد سويته ابدا في حياتي؟ ما حاشك تخوف بالتغيير؟ كثير خايفه خلاص ما اتحمل. فانه قلت خلاص يعني ما دام انهم اختاروا الشخصيه وان الشخصيه تكون حنونه وطيبه فانا فيني هالميزه الحلوه. ما اكذب عليك. لا واضح، لا واضح تواضع. ما فيها حنان ولا فيها هذا. اشتغلتوا مع بعض في اعمال جمعتكم بعض ولا لا؟ والله في عمل كنت انا واستاذه عجيبه، فقالوا لي بشير في الاستاذه عجيبه حت معاك في حلقه من الحلقات، فقلت اوكي. فجينا فاخذت النص وقعدنا نقرا شويه، طلعت لي هي بلهجه انا ما يعني هم صوروا اصلا انا بلهجه. فانا صورت مشهدين او 3 مشاهد بعدين جت هي، فلقيتها تتكلم بلهجه سعوديه يعني طبيعه ناس قريبين من مدينة الرياض. حلو. فطبعا لابد ان انا اجاريها باللهجة. اي. فاللي صورته قلت خلاص كبوه، فحرجع اصور حتكلم نفس اللهجة اللي هي حتتكلم فيها. أي. لان لا يمكن زوج وزوجته يعني ما يعني على الاقل في توالف في اللهجة بينهم. صح. فعملت اللهجة معاها. اي. وكنت انا لاول مرة اسوي اللهجة هذه. اللي هي سمعنا. هي اللي تعرفها. مش بلاك اليوم يا بابا عبد العزيز ما جيته؟ ففيها مد. يا بنت حلال وش تبين اسوي؟ لازم اجي اسوي لك كذا. هي شوي مايله للحساوي. يعني مو بعيده عنك. لا هي 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 لهجه جنوب الرياض. الحوطه الحريق هذول المنطقه. ف
يعني ما هي قريبه عند الحسا، تعرفي الحسا هادين، الله يحافظك ويسلمك، والله انا ما ودي عاد اسوي لك شيء، عاد بس عادهم، بس هذه لا، هذه النبره عاليه، وينك فيه؟ وراك ما اشوفك، انا ما ادري وينك فيه، فطبعا لازم اجاريها، فاخذت الدور. أيه. فبدينا، المخرج قال اوكي استانس، قال لي هذه الحلقات المشاهد اللي سويتوها حنعيدها مره ثانيه بنفس اللهجه هذه. أيه. فكان هذا اول عمل انا التقي وياها فيها. حلو. وبعدين ما عاد صرت احب اني امثل معها. بس جمعنا مره ثانيه عمل اللي هو بدون فلتر، كان الحلقه اسمها المحامي، ونفس الشيء صرت انا زوجته. أيه. يعني انا في كل ان شاء الله مره ثانيه اصير طليقه يا رب. طيب بس شيء جميل يعني ان يعني حضرتك من كبار الفنانين وعجيبه يعني تعتبر من جيل الشباب، لكن لما هي اقترحت لهجه معينه انت ماشيتها بالموضوع. طبعا شوفي، هو دائما اي شيء يعطيك نوع من التميز، يعطيك نوع من التجديد في حتى في اللهجه في العمل، في لازم تاخذها انت وتشوف انه اوكي شيء بالنسبة لي أنا، يعني ما قد تكلمت اللهجة هذه، فقلت خلني أجاري أشوف الموضوع وش هو. ففعلا يعني في الفن، خلني بقول لك حاجة، ما في شيء اسمه هذا نجم. في مسرحية كنت أنا وأستاذي طبعا وأستاذ الفن الخليجي ككل، أستاذ سعد الفرج، الله يعطيه الصحة أبو بدر، في جملة كلمة كنت أنا أقولها، فقال لي بشير هذه خلنا نعتمدها. قلت اوكي، فبديت يعني اخذ مني الجمله وعملت شيء يعني الناس استغربوا من هذه الجمله. أي. يعني انا كنت اجي اقول له لابو بدر مره ثانيه في المسرح، ولا في المسرح كنت مره ثانيه ما راح تشوف رقعه ويهي في هالبيت. اي قال ويهي، فطبعا ابو بدر كويتي بدر ابو بدر، قال حساوي ويقول ويهي، يعني احنا تعرفين حسن يقول وجهي يعني، بس ويهي قال لي حساوي ويقول ويهي، يعني على اساس انه كويتي. عرفت كيف؟ فهي جمله قيلت وخذت وعملت يعني فيه جميل، وعملت يعني استقبال جميل للكلمه. فاحيانا ما في، زي ما قلت لك، احيانا تقول انت جمله واحد صغير، يعني انا مره كتبت قصيده، مو قصيدة، أغنية لقيتها من سمعتها من طفل، يقول لي أها بس، أها بس، كلمة حلوة، فرحت كتبت عليها أها بس أها بس، شفت حبيبي أمس، شفته قبل الشمس، حبيبي ما يحب اللمس، أها بس أها بس، جملة يعني عرفت كيف؟ فطلعت هذه تطلع عجيبة منك، عجيبة لا تغنين أها بس أها بس أها بس، فأقول لك يعني الجملة وقلناها بأسلوب الطير العصفورة. فهذه تخيلي، هذه الأغنية عملت في طاش ما طاش، وعلى أساس إنه تعرفين إحنا ما شاء الله علينا عندنا بعض القضايا، يعني إحنا دائما إحنا يعني نفتح صدورنا والقضية الفلانية والقضية الفلانية، حد كلام وحوار نقوله للناس في اللقاءات التلفزيونيه وفي كل شيء، الكلام بس لما ناتي للخلوه لحالنا، يلا شباب ما في عود ندق عود، اي وين قضيتك يا رجال؟ عرفت كيف؟ نعم. فالاخير قام يغنيها، صار يغنيها في اماكن، اها بس، اول الشباب يصفقون ويرون عليه. نعم واضح. في سؤال من متابعنا من دوله قطر الشقيقه ابو محمد، يقول بدات ظاهره التقليد والتكرار في الدراما الخليجيه واضحه للعيان، وجاءت الكثير من الاعمال متشابهه لحد كبير في الرؤيه السرديه والمعالجه الدراميه، حتى في إطار مواقع التصوير والديكورات المستخدمة، ألا تعتقدون بأن التكرار والنمطية عيوب تهز عرش الدراما الخليجية؟ عجيبة، اسمع رأيك، هل تحسين أنها كلهم متشابهين، هل هذا ممكن يأثر سلبا على الدراما الخليجية؟ جدا، أنا أشوف أنه حيأثر، وما أحب أني أنا على فكرة من الناس اللي ما أحب التكرار، يعني أشوف شيء مكرر، يعني أحد يقلد أحد كذا، أحس شوي هي صح، هو مو انه كوميدي ساخر، لا هو كوميدي للشخص نفسه يعني، بس التكرار كذا انه اكرر نفس الشيء شيء مو زين. عندك موهبه التقليد ولا لا؟ اي والله قلت، اي قلدين احد، قلدت موضي الشمراني في مسلسل سكر سعده، اي اعتقد الحلقه الخامسه، وهي كانت في الحفله يوم
هي طبعا الله يمسيها بالخير موضي تخاف من العين فدائما يعني هي صوتها شوي ابح فكانت دائما باي احد لقاها قولي ما شاء الله ما شاء الله حفلتي اليوم فاخذوا هذه الطريقه مني بعدين سوينا حتى البنت اللي الستايلس اللي لبستها ومجي انا جت سوت لي اياها فكانت ضربه دخلت علي على فكره في الانستغرام قالت تقلديني ها قلت لا انا احبكم وتعليك وترى ما يشيش راسي ولا نتنكس الا معاك لا انتبهي لا تزعلين اهم شيء مو ما زعلت لا 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 حلو. موضوع التقليد ايش رايك فيه والله شوفي بقول لك شيء التقليد في الخليج شيء منه وفينا اساسا يعني انت لما تعمل مسلسل درامي نفس البيوت نفس التقاليد نفس العادات كل شيء تقريبا احنا يعني متشاركين في 90% او الى 95% في في في, في الحياه اليوميه يعني أبى أصور بيت وين أصور فيه؟ راح أصور في فيلا إذا أسرة غنية بصور في فيلا إذا أسرة متوسطة بصور لي في مكان أقل منه بيت شعبي إذا العائلة شعبية هذا العمل لو تصور وقلنا مثلا تصور بالسعودية راح أجيب فيلا وراح أجيب ذا طيب تصور بالكويت نفس الشيء حجيب فيلا وحجيب يعني نفس الشيء تقليد حطلع للإمارات حجيب فيلا يعني هو هذا النمط الحياة اليومية اللي إحنا نعيشها لكن التقليد المضر تقول التقليد المضر هو في النص نفسه في الحدث نفسه حتلاقين والمشكله حتى في الاحداث تلاقي الحدث هذا موضوع عندنا هنا موجود في كل دولنا كخليجيه موجود حتى الحدث موجود عندنا موجود نعم لكن اللي عاب علينا احنا او اللي انا في الفتره الاخيره انا اقول انه المفروض انه ما يصير انه الممثلين صاروا يقلدون نجوم السوشيال ميديا الفنانين يقدمون وهذه المشكلة يقلدون السوشيال ميديا يقلدون السوشيال ميديا فهذه المشكلة يعني أنت فنان لك قدرك تروح تشوف لي واحد خلنا تعال نسوي زي ما أنت هذا لا أنت هو اللي يقلدك مش أنت اللي تقلده وبعدين يعني أحيانا تعرفين في بعض المواضيع اللي تطلع في السوشيال ميديا لا تليق بأنه أنت أنك تقدمها للناس فما بالك لو انت كفنان ونجم ومعروف انت قاعد تقدمها للناس الناس حتقول لك معناته هذا صح وانت غلط نعم فهذا هو المعيب لكن في الاعمال الدراميه احنا زي ما قلت لك احنا مجتمعاتنا احنا جدا متقاربه يعني لا يمكن اسوي البيت وراح اسوي في الغابه ما لي سكن في الغابه بس واضح استاذنا انك عندك تحفظ على السوشيال ميديا مو تحفظ يعني السوشيال ميديا يعني ما نقول خلينا نقول 50% ما في محتوى المحتوى الموجود فيه هو انه يعني انا على شيء انا الان استطعت اني انا بكره مليون مشاهد أوكي. اقول كلمه على اي ممثل او اي فنان او على طول تطلع مليون مشاهده ما عندي اشكاليه فلذلك ما في قيود على حقين السوشيال ميديا انهم يقدمون نعم. فلذلك المحتوى ما في محتوى يعني 50% ما في محتوى زين ما في محتوى والناس قاعد تتابعهم اكثر من ما يعرض حتى بالشاشات يعني صحيح احترف فيه الخلل وين يعني الخلل فيهم في المتلقي لازم نشوف الخلل وين هو الان استاذي هو عصر السرعه الان يعني كنا الاول نشوف التلفزيون ونقعد نسمع ام كلثوم ساعه تقعد تغني ساعه ونص الان الواحد يطلع لي 5 دقائق بدا يطول ده غير ما في سندوتش الان ما في انه حط يده وكل كبسه وبعدين اخذ لك مدري ايش مشروب غازي وبعدين ارقد عشان ما عاد فيه الان عصر السرعه فالناس تبغى الضحكه والبسمه وكذا على السرعه خلاص وقفل ويمشي ما عنده استعداد الان انه يجلس الفتره الطويله امام يعني قصر المده هو سبب النجاح عشان كذي نشوف بعض المسلسلات صارت قصيره ابدا تلقينها سبع حلقات ويقول لك قفل خلاص اللي بعده ايش رايكم بموضوع السبع حلقات هذه السبع حلقات هذه اللي انت عارفه عشان اخدعك اعمل 21 حلقه سبعه 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 حلو وفي الاخير هي تلقينها بس تجزئوا لك العمليه لكن في اعمال بس من الناحيه الدراميه ما هي افضل؟ صارت يعني مضغوطة أكثر فما في تسويف ما في تطويل شوفي الممثل يحتاج أنه يسبح في الدور حقه يأخذ مساحته
يبدا يعطي. احيانا في بعض الممثلين الو هلا وينك تعال عندنا حلقتين لك يلا جايكم عشان يصور من غير ما يقرا من غير ما اي شيء خلاص هو مع لا بس الممثل الحقيقي يقول لك لا اوكي ارسل لي النص خلنا نقرا اعرف وش دوري من اللي معاي هذا بكره انا شلون داخل المشهد هذا مبتسم ولا حزين ولا ذا فهذه الى الان ما زالت موجوده وهذه هي الاساس اللي حياخذ الموضوع انه يلا عشان الناس تشوفني وفرصه وهذا الكلام يمكن بس يبي انتشار عجيبه كلش ساكته مو قاعد تشاركي ما اقدر اقاطع الاستاذ لا من غير مقاطعه ان شاء الله بس اللي بدا الوجه انا اشتغلت حاليا مسلسلين الاول كان مخرج منير الزعبي يمسي عليه بالخير والله يسعده طبعا انا ما كنت اتخيل نفسي ان راح استاذ منير حيكون مخرج من المسلسلات اللي انا اكون فيها وكنت في بطوله مع فنانين ما اقدر اقول اسمه لان لحد الان ما نزل المسلسل وكمان هو على شاهد ان شاء الله وحيكون على ام بي سي بس احنا تغيرنا طلعنا من الدراما على تراجيدي مره شيء جميل وكمان نفس الشيء انا زعلت انه 9 حلقات أو 8 حلقات يعني ضغطنا بس تتر المسلسل كان جميل يعني انا كنت اتمنى 20-30 اساس ناس تستمتع يعني في كوميديا في شيء قاعدين نضحك عليه احنا نصور قاعدين نضحك كيف ان المشاهد لما بيكون حيستمتع اكثر فانا من الناس اللي والله ضد رغم ان الحين فرسان قريح كمان نفس الشيء 8 حلقات اللي نعم. زين سؤال جاهزه يس العنصر النسائي في الدراما بالمملكه العربيه السعوديه هل تعتقدين انه متاخر نوعا ما لا بالعكس انا مبسوطه كثير على اللي كانت عندها موهبه وعاصرت وطلعت واشتغلت وانا من الناس اللي احب ادعم بنات البلد ومني وفيني لاني انا كثير تعبت لان انا من الجيل اللي يعتبر اللي من 2013 ما شاء الله كنت اتعب لما اطلع مسرح يعني ادخل ما حد يدري عني ليش متاخره وما ادري ايه وكانت عندي بروفات مسرح على ايام العيد لما يكون في مسلسلات شوي يعني قاعده اضغط على نفسي بس ابغى اشتغل انا حابه الشغل شنو يعني شوي ماني فاهم يعني انا ضغط على نفسي انه الاهل كان الاهل في منع من الاهل لا الحمد لله لا اوكي فبالعكس كانوا امي الله يرحمها ويبيح منها كانت هي الوحيده اللي كانت تشجعني كنت على الاذاعه السعوديه بالرياض ومن منطلقها التلفزيون السعودي ومن منطلق التلفزيون السعودي على طول على روتانا خليجيه على الام بي سي على طول هل تتوقعين ان الممثله السعوديه دخلت المنافسة خليجيا في الدراما؟ نعم إيه أشوف ما شاء الله بنات تبارك الرحمن صاروا يجون الكويت يصورون مثل منو؟ ميلا الزهراني والنعم فوز العبد الله أشوفوا ما شاء الله شاطرات يعني دخلوا واشتغلوا ما شاء الله بقوة جميل جدا جميل. احنا معانا اتصال هاتفي من المملكة العربية السعودية مع الفنان عبد العزيز الفريحي مساك الله بالخير وحياك الله يا هلا مسيكم بالخير جميعا مسي عليك ومسي ضيوفك الكرام مسي عليك برضو الأستاذة غادة والأستاذ محمد يسعد لي مساك يا هلا ومرحبا كل عام وانتم بخير كل سنة وانتم طيبين وكل عام والكويت وأهلها بخير وبالمناسبة هذه أحب أعيد على سمو أمير الكويت والشعب الكويتي وجميع إن شاء الله دول الخليج ونقول لهم أهلا وسهلا حياك الله أخوي عبد العزيز يعني احنا معانا الاستاذ بشير ومعانا عجيبه ويعني قاعدين نتكلم عن ايش كثر نشوف الحين الانفتاح اللي موجود عندنا بالسعوديه وايش كثر يعني الفنان السعودي قاعد ياخذ فرصته بشكل اكبر حضرتك شاركت مع عجيبه في مسلسل شباب البومب ومسرحيات ايضا قدمت فخلينا نتكلم شويه عن هالمساحه من الحرية اللي أعطيت للشباب السعودي وزي أمسي عليك وعلى الجميلة عجيبة الدوسري وأستاذي الجميل الفنان بشير الغنيمي سعد مساكم يا هلا وسهلا مساك الله بالخير هاي عبد العزيز هاي كيف الحال؟ هلا والله عجوبه طبعا استاذ بشير الغيم انا عندي تلفزيون 85 بوصه فوجهك داخل الصاله عندي يعني 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 انت الحقيقه انا خلني بس بقول كلمه واحده انت حقيقه نجم السنه هذه ودائما نجوميتك متعلق فيها في اعمالك اي والله هذه وليست مجامله انما هذه واقع وحقيقه الحقيقه يا حبيبي أنا أول مرة وقفت معك كنت في مسرح النادي الأدبي وكنت أشوفك وإلى ما زلت يعني واو هذا بشير غنيم فكانت أنت أول فنان صراحة أقف معه على
يعني المسرح كنت جاي حاضر بروض انت على فكره، فكنت طالعك بذاك ما شاء الله يعني الحمد لله اني انا تتلمذت على اساتذه الجيل القديم الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله. اول شيء بالنسبه للمشاهد الانفتاح الحمد لله على استراتيجيه وزاره الثقافه السعوديه وهيئه المسرح والفنون الادائيه والرؤيه اللي الحمد لله قاعدين نواكبها بقياده عراب الرؤيه صاحب سمو ولي الامير محمد بن سلمان الله يحفظه ووالدنا سلمان بن عبد العزيز. الحقيقه رؤيه 2030 هي اللي فتحت الباب كامل يعني على مصراعيه والدعم اللامحدود واللي جعل من المواهب السعوديه سواء شباب ولا بنات تتدفق يعني كسحابه يعني لن تسقط الا عندنا يعني الحمد لله. وطبعا يعني الكويت يعني تعرفون هي بيئه خصبه لانتاج الفنانين زمان يعني وما زالوا ما شاء الله يعني. فاللهم لك الحمد يعني احنا نتقدم اللهم لك الحمد. هو التقدم مش بطيء، هو يعني الحمد لله متوسط ولكنه ماشي في الطريق الصحيح. وين التقدم بسيط استاذنا؟ بالمملكه العربيه السعوديه؟ مش التقدم، لا عندنا يعني مش التقدم يعني في المملكه السعوديه، اقصد انا اتكلم عن الفن في السعوديه. الفن في السعوديه ما شاء الله مو متقدم، سحب البساط من الكل ومرايح ما شاء الله. لا بالعكس الكويت العين ما تعلى على حاجب يعني. سبق انه انا جبت مقدمه قلت لكم انه بيئه الكويت الفنيه بيئه خصبه يعني، وحتى لو ما انا اشوف بس حقيقه اسمح لي الانطلاقه الحقيقيه انطلاقة استثنائية بالمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة منها الفن الرياضة في كل ما شاء الله عليكم. أحسنت لكن أنا لما قلت أنه إحنا ننطلق بس ليست إحنا ننطلق بهدوء وتركيز، هذا قصدي يعني. والحمد لله يعني التطور واضح سواء في الرياضه سواء في الفن، بس انا حتكلم عن مجالي الفني يعني. طيب كلمنا عن الكوميديا بالمملكه والشباب اللي يعني يحسون هم الوجه الجديد في الكوميديانات السعوديه. حضرتك قدمت شباب البومب وهو من المسلسلات اللي يعني كثير تحظى بمشاهده كبيره وصار لسنين قاعد يعرض، فكلمنا عن الوجوه الجديدة في الكوميديا. جميل. قبل ما أقول على الوجوه الجديدة بس حاب أقول إنه في فيلم الشباب أبو مشارح يعني ما زال الآن هو عرض في السعودية افتتاح الحمد لله له 4 أيام، وإن شاء الله حيعرض في الكويت إن شاء الله خلال الأسبوع القادم بإذن واحد أحد. جميل يعني هذا دليل على نجاح المسلسل انه يتم تحويله لفيلم سينمائي. اي اللهم لك الحمد. الشغله الثانيه اللي احب اقولها طبعا استاذي بشير الغنيم هو اعلم في الموضوع هذا. نعم. الكوميديا دائما نعرفها انها اصعب كثير من التراجيك او الدراما. صحيح. او شيء، لذلك فيه ندره في حاجتين عندنا في الكوميديا، في ندره في النصوص الكوميديه والمؤلفين الكوميديين هذا واحد، اثنين في ندره للممثلين الكوميديين سواء شباب ولا يعني جيل قديم اعماله كوميديه يعني تلبس هذا الكوميدي. عندك مثلا في فنانين قبل الله يغفر له ويرحمه محمد العلي، فيه برضه فنانين معنا برضه الله يمدهم بالصحه والعافيه عبد الله السدحان ناصر القصب من المجموعه اللي الكوميديا عندهم اصبحت النصوص واصبحت يعني تقمص الكوميديا عندهم هذا شيء يعني خلاص اصبح منهم وفيهم. ولكن نعم. عندنا في هذا الجيل ندرة يعني كبيرة في بالنسبة للفنانين الكوميديين. وإن كان أحد الكوميديانات يعني الفنانات جالسة أمامكم الآن اللي هي الأستاذة عجيبة الدوسري، اسم الله عليها خف الطينة ما صارت على فكرة عجيبة الدوسري من الفنانات اللي يستطيعون يجيدون فن الخروج عن النص والعودة ثاني مرة. الارتجال أحسنتي. هو الخروج عن النص دائما، والأستاذ بشير طبعا أعلم مني في ذا الموضوع، في خروج عن النص وفي خروج على النص وفي خروج مع النص. نعم. اللي مع النص هذا اللي تستخدمه عجيبة الدوس اللي هو يفيد ويثري النص. ظلم تبين أكثر من كذي؟ خوش كلام قاعد يقول.
فهي عجيبة من النوع اللي يخرج عن النص ويعود، ولكن أحيانا يلخبط الدنيا. يعني أذكر أنا في موقف الكرين عجيبة اللي في الدمام في القاهرة رايح جاي. سويتي؟ لا ما عملتش حاجة. يعني لازم تفضحني يا أستاذ عبد العزيز. أنت علم عليها إيش سوت. أعلمك أمام الملأ. أنا مخرج المسرحية على فكرة ومؤلف. لا كذا تخريب. واحد أحد يأخذني في المسرح. يبي يطردونك في من الاستديو الحين. استني. لأنها هي على اسم. هي عجيبة. هي عجيبة. بعد قلبي عجيبة. هذه أنا طبعا فيه تعرفون البودرة تبع الأطفال البيبي هذا. نعم. اللي يستخدمونه للأطفال. ففي إفيه هو أداة من الإفيهات اللي عند عجيبة. فأنا أعطيته إياه قلت تفضل يا عجيبة هذا نستخدمه في المكان الفلاني وسوينا على بروفات. أوكي أوكي عجيبة أوكي. فأول العروض عدت سلام ما في مشكلة حلوين. جاء ثاني عرض أعطينا الإفيه بخت بخة كذا خفيفة ضحك الجمهور ماشي خلاص حنا عشان نكمل. قامت بخت ثانية ضاحك الجمهور أكثر. طبعاً المسرحية عبارة عن طائرة فيها ركاب فيها مضيفين وفيها يعني كابتن طيارة ويعني مسرحية كاملة فيها الكاست كله كلهم ممثلين على فكرة. أي. ما أدري الجمهور ضحك وتقعد ترشش كل اللي في الطيارة بالبودرة. استانست على ردة فعل الجمهور. لا بس أشكالهم صارت مضحكة بزيادة يعني صاروا واقفين كلهم بيض شعورهم بيضة فبسط صرت أصير أمشي يعني عليهم ورش. وأنا أدور عجيبة في وسط البودرة ما أدري ويني فيه. قلت يا عجيبة بليز وينك فيه ما تشوف إلا زولها رايح جاي ترشش عفوا إياها بس والنعمين. الله يفضحنا يا أستاذ عبد العزيز. حتى في واحد من الممثلين راشد العنبر ابو صالح تعرفين عجيبه ماني بناسي صار في كحه يعني شرق ايوه علي طلع قام يكح مسكين يطلع بودره الريال وطلع يكحكح فاناظر انا طبعا منزل راسي تحت عشان اقدر اشوف يعني كله بودره انا لاول مره وصلت لك البودره؟ اي وصلت تحيه اول مره والله احيي تحيه المسرح في النهايه كلنا بيض كلنا لونه. على العموم نتمنى بعد يعني مثل هالمسرحيات تيون عندنا الكويت وتعرضونها. لا 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 في ترتيب ان شاء الله قادم باذن الله. واتمنى ان شاء الله انه تلقى ان شاء الله باذن الله. وانا اعرف انه المسرح الكويتي ما شاء الله لا اله الا الله. في بس حاجه بس بقولها بخصوص الاستاذ ما ودي اطول عليكم استاذ بشير الغنيم. بشير الغنيم من الفنانين اللي حضر المشاهد قبلها بيوم. أنا أذكر اشتغلت معه في القاهرة وكان لي الشرف أن أشتغل معه في مسلسل عام شاب بنت عماش. ففي جلساتي معه كان يحضر مشاهده اللي بكرة يحضرها الظهر. كنا نجلس نتقهوى فكان يحضرها الظهر لبكرة ويحفظ ويراجعها ومدري يعني. فأنا تعلمت منه هذه واحدة. اثنين الانضباط في اللوكيشن. نعم الانضباط في اللوكيشن تواضع ما شاء الله حضور في الوقت يستفيد منه كثير من الفنانين الشباب وأنا واحد منهم. نعم. الحقيقة يعني. نعم. إيه هذه صفة الكبار دائما الالتزام. أي طبعا أنا يعني أحد الأشياء الجميلة لي في الفن إنه أنا تتلمذ على الجيل الأول. الحمد لله. يعني أنا من الجيل النص الأول والنص هذا فأنا تتلمذ على أيديهم يعني. وإن شاء الله وإن شاء الله يتخرج تلامذة أخرى من جيلك. إيه يعني تكون أنت أستاذ لعدد من الشباب الجدد إن شاء الله. هو الآن أستاذ. أنا حقيقة بقولها ولا يعني يعني ما هي بمغاربة لكن فعلا هو أستاذ الآن. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز. في سؤال أخير أبي وجه الضيوف ويجاوبوني بصراحة. بس نبي سؤال محرج. هو محرج يعني. يلا تفضل. ما هو جاوبوني بصراحة ما هو ميولكم الرياضي في المملكة العربية السعودية؟ هذا واحد. اثنين ما هو ميولكم الرياضي في الكويت؟ وهذه دائما انطلعتوا من الاستديو. هذا واضح واضح استاذ عبد العزيز انك هلالي صراحه. الاسلوب هذا اسلوب هلالي. اوه اعشقه عشان كذي واضح. نشكرك على هذه المداخله الفنان الجميل المملكه العربيه السعوديه عبد العزيز الفريحي على هذه المداخله وان شاء الله نشوفك عندنا ضيف في برنامج ليالي الكويت. اذا دخلنا في المجال الرياضي السعودي ما راح نخلص. لا لأنه هذا المدى اللي فيه
مدى طويل. لان عبد العزيز الفريح يقط قنبله، بيقط قنبله بيروح، بس راح نمنعها الحين. سؤال الفنان الكبير بشير الغنيم، انت حسك رسمي يعني، احنا كل عرفناك طول الحياه وانت يعني كوميديا وضحك وفكاهه ما شاء الله عليك، حياتك الطبيعيه برا اقرب الى الجديه ولا فيها ضحك وفيها غشمره؟ والله وسط وسط يعني. ابى اقول لك على حاجه يعني، انا عندي اجلس في البيت مع الاولاد نغني نرقص كل شيء نسويه. تخيل انه انا لما اطلع من البيت مثلا واحد من الابناء يسوي اي مشكله، خلاص نقول لابوك لا، الا ابوي لا تقولوا له، عرفت كيف؟ لانه هي شعره زي شعره معاويه، انهم ارخوا شددت وان شدوا ارخيت. نعم، فلا تنقطع هذه الشعره، لابد ان يكون فيه عندك اشياء سلبيه وايجابيه حتى في البيت. يعني لابد انه يكون عندك توازن في، لانه هذه اسره صح. عائله، اذا انت تركتها مشكله، واذا انت قبضت عليها ايضا مشكله. فلابد انه يكون عندك انت المرونه في كل شيء. يعني انا اقول لك الاولاد اول ما ادخل حال، وعندهم يعني حركه ما لا 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 حقت ما ادري وش الليغا ما ادري وش اقعد اسويها معهم لا 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 خلصنا ضحكنا انبسطنا خلصت واجباتك ذكرته اي يا بابا صحيح ورني شوف والله اي والله شوف هذا اوكي يلا لا لا اقعد العب معهم مره ثانيه يعني تعصب عليهم والله نادرا ما عصبت نادرا ما اعصب عليهم انا حقيقه هم يعصبون علي لانه صوتي احيانا يكون عالي إيه يعني عسى الله يحفظهم ان شاء الله يقولوا لي يا اخي صوتك عالي ليه قصر صوتك مدى تسمع صوتي اقول لهم يعني لانه في احيانا بعض الكلمات انا ما اعرفها هم يقولونها وانا ما اعرفها فعلشان هم اقلدهم يعني في واحد من المدرسين جاء لابنائي وقال لهم كلمه قلت وش الكلمه دي المدرس حقكم من وادي الدواسر قالوا لي قلت لك خلاص ليش لانها كلمه ما يعني وين ما حد يقول هذه فجاوا لعيالي قال الله يقاكم شنو الله يقاكم الله يقاكم يقيكم الله يعني الله يحفظكم الله يحفظكم فعيالي ما يعني الله يقاكم وش جو قال بابا وش معنى الله يقاك قلت هذا دوسري قال الدواسر يقولونها قلت هذا دوسري قال لي يعني الله يحفظكم فاحيانا في كلمات ما احد حلو حلو بنتقل حق الفنانه عجيب الدوسري انت بحياتك بشكل عام مع صديقاتك مع اهلك هل انت فكاهيه ولا انسانه جديه طبيعيه ماشي حياتك والله مع الاهل لا فكاهيه اضحك واخذ راحتي وكل شيء مع صديقاتك نفسيه مع صديقاتي لا والله مستحيل اكون نفسيه ولا مستحيل يعني انا من الناس اللي اكره شيء اسمه نفسيه ومستحيل يكون انا طباعي او اسلوبي نفسيه انا اذا كنت زعلانه من شيء أكون بعيدة لأن زعلي مو حلو شفت اللي يقول اتقي شر الحليمة إذا غضب أنا مو حليمة لا بس أنا إنسانة يعني أحب أضحك كثير أحب أدخل البسمة على أي أحد أدخل المكان أعبي طاقة سعيدة إيجابية حلو. أكره أني أكون إنسانة بغيضة أو أني لا ما أحب بس ليش اليوم ويانا رسمية يعني شو سوي يعني قالوا لقاء تلفزيوني حلو صدقين غادة أن تاريخ المسرح السعودي قديم وتاريخي إلى يمكن ابتدى بتاريخ بسنة 28 واشتغلوا كانت الحركة المسرحية المدرسية تعدل الأستاذ بشير كانت قوية وكانت طالعة وانتقلت بعد ذلك إلى الجامعات وكان فيها دعم من الحكومة آنذاك بعدين صار مو ركود شبه اختفاء المسرح بعدين ما شاء الله الانطلاقة الجديدة هذه عاد شنو السبب أستاذ بشير اختفاء أو يعني خف المسرح السعودي هو كان عندنا إيمان كامل بشيء اسمه المسرح بشيء اسمه النظام اللامنهجي نشتغل نبدأ مسرح وإذاعة وإلقاء وكل حاجة فكانت المواد اللامنهجية كانت هناك مستخدمة بشكل كبير جدا وكانت هي المتنفس هذا في مسرح في اذاعه في كل شيء في نشاط العصر في نشاط بعد المغرب رياضه ومسرح وما ادري ايش في فتره من الفترات طبعا صار عندنا
النواحي العقدية عالية، فكانت النظرة أنه هذا لا يجوز، حرام، ما يصير كذا وكذا وكذا وكذا. فوقف أشياء كثيرة في هذه الفترة، وجاءت أزمات خارجية على السعودية، يعني أزمات جانبية في السعودية، فأدت إلى توقف هذا النشاط المسرحي. لكن الحقيقة يعني ما استمر طويل، فترة طويلة يعني، استمر فترة قصيرة بس، وبعدين بدأ. عشان شوفي، دائما أنت لما تكون أنت منطلق في شيء وبعدين تتراجع، عشان تأخذ الانطلاقة مرة ثانية لابد أنك تأخذ لك وقت حتى أنك أنت تبدأ، وخاصة أنه حواليك دول يعني صعدوا في المسرح صعود الفضاء. يعني أنت عشان توازن أو تواكب دولة الكويت في المسرح يحتاج لك، كان ذيك الأيام يحتاج لك إلى وقت طويل. صحيح. لأنه كان المسرح، حتى المسرح القطري، لأنه كل هناك كانوا خريجين وخريجين معاهد، يعني دارسين. السعودية ما كان فيه، لما تيجي تقول له أنت وين تشتغل، ممثل؟ إيش ممثل؟ ما المسمى كأنها مو مهنة معترف فيها. ما أساسا ما في شيء. يعني أنت لما تتخرج تروح تدرس مثلا بالكويت وتتخرج أنت ممثل وتجي للسعودية، طيب مش مهنتك؟ ما إيش؟ مين يحلو المملكة؟ صراحة المملكة في ذاك الوقت كانت جميلة، والحين فضل القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية أصبحت أجمل وأجمل. مشاهدين الكرام، الدراما السعودية ما شاء الله صارت متميزة وفيها أفكار جدا جميلة. خلينا نشوف هالتقرير وياكم عن الدراما السعودية وراجعين لكم مرة ثانية. حياكم الله معنا من جديد. يعني مشاهدينا، شفنا التقرير قبل شوي عن الدراما السعودية، والسنة هذه برمضان 2024 شفنا أضخم إنتاج سعودي من خلال المسلسل اللي خذ شهرة كبيرة، وهو خيوط المعازيب، اللي تدور أحداثه كاملة في منطقة الإحساء، وكامل فريق العمل كان من سكان ومن مواليد منطقة الإحساء إلا واحد، هو العبد لله الأستاذ الكبير بشير الغنيم. ليش ما شاركت حضرتك؟ الله، خليني أقول لك شيء. أنا العمل أساسا يعني ما طرح علي ولا تم استدعائي للعمل. نعم. وفي الفترة، يعني خليني أقول لك حاجة، أنا يمكن في شغلات الناس يمكن ما تعرفها. نعم. أنا عملت مسلسل في قطر، ورغم الفترة الزمنية الطويلة اللي جلسنا فيها، يعني جلست حوالي 5 شهور في قطر للتصوير المسلسل. تصوير مسلسل. وبعدين تفاجأت إنه في ممثلين من المغرب العربي، من ليبيا، طالبيني في عمل. نعم. إنتاج التلفزيون الليبي. كان في عندي خيار إني أروح أشتغل في هذا المسلسل، لأنه قلت تجربة بالنسبة لي جديدة. نعم. إنك تعمل في قناة أو في تلفزيون ليبي ومع ممثلين ليبيين طبعا مطعمين بمصريين، وأنا الوحيد السعودي كنت في هذا. نعم. العمل، فحبيت إني أغامر في هذا الموضوع، فرحت. اللي هو كان؟ كان حتى اسمه كان جميل، فندق 5 هموم. نعم. اوكي. اي يعني في عمل كوميدي، وكنا نبغى نصور في منطقه اسمها سوى تبعد تقريبا عن القاهره. هذه سوى بمصر؟ في مصر. أي. تبعد حوالي 7 ساعات. وبعدين لما رحنا وجلسنا في المنطقه، منطقه يعني قريبه من بدويه، هي منطقه قريبه من نائية. من الحياه الليبيه. أي. فوقدنا 7 ساعات، احنا افرض تعطلت كاميرا، تعطل صوت، تعطل، ايش نسوي؟ فقالوا طيب خلونا نقرب المسافة، فقربنا وصورنا في منطقة في الفيوم. فكانت بالنسبة لي تجربة لازم أعيشها حقيقة، بالإضافة لأنه زي ما قلت لك ما تم استدعائي في المسلسل خيوط المعازيب. سمعت عنه؟ ما يعني أنت علاقتك أكثر من رائعة مع نجوم العمل، يعني سواء عبد المحسن نمر أو حتى إبراهيم الحساوي، سمير الناصر، ما يعني ما دقيت عليهم، ما قلت لهم شيء؟ لا، أنا أقول لك، أنا ما كنت أعرف عن هذا المسلسل أبدا. أي. يعني أنت عارفة، لو كنت أعرف عنه حتصل عليهم أقول لهم ها شباب وين أنا؟
ترى صار له سنة، كان المفروض السنة اللي طافت وتأجل. ما عندي أي أنا فلتين. أنوي الخير يعني عادي. أنا حاسس الآن من هذا الكلام إنه تبيني حين أقول وينهم هذا، عرفت كيف؟ بالعكس أنا قلت لك ما عندي أي خلفية عن المسلسل هذا أبدا. يعني كان زي ما قلت لك زملائي علي الشهابي طيب تفرجت على المسلسل ولا لا؟ والله شفت منه حلقات يعني ما تابعته، لأنه أنا قلت سواق المعزيب هذا أول مسلسل راح أتابعه إن شاء الله في اللي فترة. صورته بقطر سواق المعازيب؟ لا اللي صورته في قطر اسمه أبو النسب. هذا عرض؟ عرضي السنة هذه في رمضان. وكان كوميدي؟ كوميدي. وشلون شفت ردود الأفعال عنه؟ جميلة الحمد لله. جميلة الحمد لله. أنت عارفة في يعني احنا نقول انه في اعمال قد تكون قمه في ده، لكن العتب على القناه. اي شنو عتبك؟ لا القناه اللي تبث ما يكون عندها يعني زخم كبير من المشاهدين. دعايه مثلا ما عندها مشاهدين. يعني انت لما تجيبين مثلا بعض القنوات اللي معروفه عندنا بالخليج، هذه القناه هذا رقم واحد. لو تقول السلام عليكم طلعت، قالوا طلع قال السلام عليك، لأن قناة يعني تعتبر من القنوات المعروفة ولها حضور ولها مشاهدة، تعتبر قناة الأسرة وقناة العائلة في بعض القنوات. فهذا هذا لو تعمل فيها أي شيء حتكون نجم وحتصير المذب. في قد تكون قدم عمل جميل وعمل قوي، بس في قناة من القنوات الغير مشاهدة يعني تسوي لك عمل. يعني أنا الآن العمل في ليبيا من شافه؟ عرض همن برمضان؟ ايوه يقول لك انت وين؟ ما شفناك والله. ما انا كنت في وين؟ لا وصلت لهناك والله، بس ما حد داري، ما حد شاف. اللي شافها اصحاب المنطقه اللي هم بس عايشين فيها. فهذه احيانا قاتله بالنسبه للممثل. يعني تتخيلين انت تعملين عمل قوي وما ادري ايش، ويجي يقول لك وينك السنه العام الماضي ما شفناك؟ تقول له انا عملت وين؟ في التلفزيون الفلاني. ما شفناك. اي نعم. أحيانا القناة هي النجم في رمضان للمشاهدة. جميل جدا. معانا اتصال، أبيك أنت تستلم هذا الاتصال. ممكن شاهد الكاميرا أنا استلمه؟ ليش استلمه؟ وين؟ مو استلام لا. رحب أهلا حياكم الله. منو؟ ألو ألو ألو. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا وسهلا. هلا هلا بليالي. ليال يا هلا والله. شلونك يا ماما؟ ان شاء الله بخير الحمد لله. عساك بخير. الله يعطيك الصحه يعني والعافيه حبيبتي. ها طمنيني، يقولون انت مريضه، شلونك الحين؟ الحمد لله بخير يا رب لك الحمد. يا ليال يعطيك العافيه حبيبتي. يقول الوالد انه ماسك العصايه من النص معاكم، عادي انت طلعي السوالف الاصليه. شديد وعصبي ولا قشمرتي وونيس؟ لا والله ونيس. يا حليلة. يعني احنا كمشاهدين دائما ببالنا ان الممثل الكوميدي حتى كوميدي بالبيت. صحيح والله، نفس ما هو، نفس ما تشوفه بالتلفزيون نفسه في البيت. يقول صار له 5 أشهر بقطر، وعقبها مدري كم شهر بليبيا ومصر، معناته طول السنة بعيد عنكم. اي والله كان بعيد مرة، كانت سنة طويلة وكان بعده مرة طويل علينا. اي شلون دائما باتصال وياه ولا ساعات تتشرحين عليه وينك يا بابا تأخرت علينا؟ لا دائما الاتصال كان بيننا، حتى وقت التصوير كان دائما بث مباشر معه. بث مباشر، حلو هذا. مع أول بول. بس أنت عارفة هذه الليال هذه مشكلتي أنا بالحياة معاها. أي. هي طبعاً تدرس في الثانوية. ما شاء الله. وتجي تقول لي تتحداني السنة دي؟ لا تحتك فيش. أجيب 100%. أي ما شاء الله. قلت أوكي تحدك. فعلاً. درجاتها كلها 100 100 100 100 100. طيب قالت اطلب اللي بيه. قلت تطلبي؟ قالت لي بنروح تركيا. تستاهل والله. عفوا تستاهل والله. ايه تستاهل. اوكي اوكي تستاهل. اخذت العائله وديناهم تركيا. حلو.
جاتني اللي بعدها تتحداني؟ ايش؟ قلت لا طب بعدين ان شاء الله ان شاء الله. طبعا ما اقدر اقول له ايه حدا. جابت لي 100%. طيب يا بنتي يا بابا الله يخليك. طيب اي حاضر. وبعدين عندها اشكاليه ثانيه، يعني هي ما شاء الله في كل درجاتها 100% ما شاء الله. وفي اشكاليه ثانيه لما رحنا تركيا انا تفاجات انها تتكلم تركي. معقول ليال؟ من المسلسلات ولا منين تعلمتي؟ ايوه من التلفزيون. والله صدق المشكله انه أيوة اكسنت يعني حتى الكلام يقولون انت لا مستحيل تكون من لا انت دارسه. تقول لك ابد ما درست. اي بسم الله عليها. فصارت فرصه عندي كل ما ذا. بعدين صارت تتغلى علينا ليال بسرعه تعالي بنشتري ذا. جت مترجمه جيم بابا جيم. كل ما اجي هلا بابا جيم. شنو بابا جيم؟ قالت يعني بابا مرحبا. بابا جيم جنم جيم جيم جنم. ها بابا جيم. ليال على كذي بغششك شغله الحين، انت مو تراهنينا على 100%، كل ما ترجمتي له اخذي نسبه من المبيعات. هو المفروض بس نسوي. زين ليال سؤال، زرتي الكويت من قبل ولا لا؟ لا والله ما صحت لي الفرصة. تزعلني منك. لا خلت تجيب 100% وتقول ابي الكويت، اقول لها طيب. لا الكويت وبمحطة ثانية سفرة سياحة، بس هني زيارة عند. يا بابا تتحدى؟ ايوه تتحدى. ها تقول لك تتحدى؟ ها؟ تتحدى؟ هذا بقول ابوك يا عقاب. ما اقدر اتحداها بالذات ذي، ما اقدر اتحداها. عسى الله يحفظك ان شاء الله وشدي حيلك وان شاء الله تجيبين اعلى المراتب يا رب. شكرا لك على هذا الاتصال ان شاء الله. ليال بابنة الفنان الجميل بشير الغنيم، يعطيك العافية. عجيبة اليوم يعني طريقة القبول الفنانين، أحسها مادية أكون معك صريح. يعني اليوم أنت ممكن أشوفك ثلاث مسلسلات برمضان. لا السنة هذه بس مسلسلات. يعني بشكل عام أتكلم، يعني الفنانات والفنانين ألقاهني مسلسل وني مسلسل وني مسلسل. يعني مسألة بتقدم أنت كفنان رسالة ولا بتاخذ فلوس تجمع فلوس؟ و حتى صورتك عند الناس شلون؟ يعني انت شلون تشوفينها اليوم؟ واحد سواء كان نجم كبير عملاق وله تاريخه او حتى فنان شاب صغير يطلع ب 36 مسلسل برمضان، ليش؟ صح، وهذا كمان حرق للشخصيه. بس في بعض المسلسلات يكون فيها تفاوت تواريخ وتفاوت لوكيشنات، يعني مثلا هذا يتصور قبلها بشهرين، هذا يتصور بعدها، يعني بيكون يعني مثلا انا تصورت ام صامل كان قبلها ثلاث شهور، يعني صورت ثلاث شهور بعدها جلست ما عاد عندي شيء. فلما كلموني بمسلسل ثاني قالوا انت اسمك مرشح كذا كذا، فكنت انا فاين يعني ما عندي شيء. حلو تنظيم الوقت، يعني حلو. كان الوقت يعني مناسب لي والوقت اني انا فاضي يعني ما عندي. ليش الفن في واسطات؟ يعني واحد يتوسط حق. والله انا بالنسبه لي الحمد لله وسطتي رب العالمين. انا ينزل احيانا المسلسل ان شاء الله حتشوفون، يعني يقولون الشخصيه هذه نكتبها لك، يعني انا مسي بالخير الاستاذ خلف الحربي، يعني مسلسلين او ثلاث مسلسلات انا اشتغلتها مع الام بي سي، كله قاعد يقول عجيبه انت هنا عجيبه انت هنا. وفي ان شاء الله مسلسل حيكون، ما ابغى احرق المفاجاه، هو كاتبه استاذ خلف الحربي، من ضمنهم نجوم راشد الشمراني، حبيب الحبيب، نخبه نجوم والله ما شاء الله. والله خلف الحربي يعني اسم كبير في الكتابه، الله يعطيه الصحه والعافيه. فالمسلسل هذا كاتبه باسمي انا وشخصيتي انا. تستاهلين. بس انت يعني ما في واسطات بالفن؟ لا والله ما في واسطات. صار بشير هلا. في واسطات ولا لا؟ ما في، الحياه ما فيها لابد تكون واسطه. يعني في شغلات كثيره تحتاج الى، لكن حاجتين ثنتين حقيقه يعني اللي انا اشوفها، يعني الحياه اليوميه دراما رياضه، هذه الحياه اليوميه اللي نعيشها قد تكون الواسطه فيها نسبه بسيطه، يعني نسبه يعني احيانا لا يمكن تكون واسطه في الطب مثلا، واحد جراء طبيبه جاء خلي واسطه يسوي عمليه ما يمكن. الواسطه قد تكون احيانا حميده وقد تكون غير حميده. يعني اجيب لي اقول لك هذا انا شايف ممثل كويس، اقول لهم تكفون هذا شوفوه، فلما انت تشوفه تقول واو هذا خلاص انتهت الواسطه، ما راح يستمر. الواسطه هذه تزكيه. اي يعني اوكي وهي محموده أكيد. يعني اوكي هذا انا بقول بس لما تكون الواسطه اللي احنا نتكلم عنها، انه مثلا علشان علاقات اجتماعيه، علشان علاقات بالوسط الفني، ممكن يشيلون فنان ويحطون فنان ثاني. حتى غاده تاكيد لكلامك، عدد من المشاهير بالسوشيال ميديا حطوهم نجوم، يعني عشان عنده متابعين بس. وكل ما ابي اقول كل الاشمل
أو الأغلب عفوا ما قدموا شيء للفن، بالعكس جابوه كاسم عنده متابعين ما سوى شيء. فعلا أنا من الناس اللي دائما يكون جنبي ناس من السوشيال ميديا واتفاجئ انه هم جايبينه، يعني هم بجدينه اكثر منا احنا كممثل، يعني انما انا لي باع طويل، لي اعمال طويله، لي مع مخرجين مع فنانين كبار، هو بس عشان يعني عنده متابعين جابوه حطوه جنبنا. واحيانا لما احنا نصور يعني من بين الاشياء اللي صارت في المسلسلات انه قاعدين يكلمها المخرج يقول له كذا كذا كذا، قاعد يقول هو وين المخرج شلون يشوفني انا في المونيتر، قال شنو المونيتر؟ ايش رايك اوهقها؟ شنو المونيتر اوهقها؟ يعني العتب على الاستاذ خلف الحربي. لا والله خلف الحربي على عيني وعلى راسي. طيب اشتركتي هني باعمال كويتيه، يعني السنه اللي طافت شفنا الاستاذ بشير بقره عينك، السنه هذه عليك غياب لكن ان شاء الله السنوات القادمه شنو اعمالك المشتركه؟ انا احس اني انا بنت الكويت اصلا، بما اني انا قاعده اشتغل، كنت من بدايه نعومه اظافري نقول من بدايه طلعتي اشتغلت مع فهد هي الشعيبي، كانت نعم. اول مسرحيه سعوديه تكون مختلطه في جامعه الاميره نوره، كانت مسرحيه البيت بيت ابونا، كانت بمشاركه عدد من العارضين بالكويت، المخرج، الاضاءه، كل شيء كان من الكويت صراحه، وكانت تداخلي اول مره بالكويت يعني كستاف كامل. بعدها انعادت المسرحيه اللي هي ريا وسكينه، هي صارت عندكم بالكويت ويا هيا شعيبي والهام الفضالة، داود حسين، خالد البريكي، وكثير والله ممثلين كويتيين، يعني دائما اختلاطي معاهم، فصارت بالأحساء عرضناها، وبعدين طلعنا عرضناها بالدمام. بعدها صار في عندي انه انا قاعده اشتغل بالرياض مسرح، وصاروا ما شاء الله المخرجين والممثلين صاروا يجون عندنا، من بينهم امسيه بالخير محمد الحملي، طبعا مخرج جميل، صح انه يتحكى بسرعه ما افهم شنو يقول، بعدين يسرع يقول لي روح سوي، بس انا افهمه وانبسط عليه وجد احبه، يعني محمد الحملي مره يعني انا صراحه اهنيكم عليه، اكيد اكيد مخرج جميل، فخورين بكل شبابنا يعني، والحملي اكيد واحد من المميزين والمبدعين. أستاذ بشير، قدمت الدراما بالكويت ويا حياة الفهد الله يعطيها الصحة والعافية بقرة عينك، قدمت مسرح بالطنبور ويا سعد الفري الله يعطيه الصحة والعافية، يعني عمالقة نجومنا الكبار اشتغلت وياهم، منو خاطرك تشتغل وياه أيضا؟ أو اشتغلت مسرحية كان اسمها جمعان والأمريكان، محمد العجيمي، عبد الرحمن العقل، حلو اشتغلناها هذه من زمان اي، وكررت التجربه مع طنبور طبعا اي. الحقيقه في استاذي حقيقه، وفي كل مهرجان نتقابل مع بعضنا، وكان في مسلسل حيربطنا مع بعض، لكن انا كان علي لي شويه ملاحظات فاعتذرت من العمل. استاذنا وفناننا الكبير أستاذ محمد المنصور، أي الله يعطيه الصحة، الله يعطيه الصحة، فكان في عمل يجمعنا معه، فقرأت الشخصية وقلت إنه السنة هذه الخن، لا كان قبل تقريبا ثلاث أربع سنوات، فلما قرأت النص والذا قلت له والله غير مناسب، يمكن درني على هذا العمل يا بشير إحنا ذا، قلت له ذا، فطبعا اللي أخذ الدور الأستاذ محمد العجيمي، أي مكاني، لكن اعتذرت منه يعني قلت له إنه ما ابي انه هذه الشخصيه او هذا الدور انه يكون يعني ملاصق معي في هذا العمل، فرفضت العمل حقيقه. واتمنى حقيقه ان يعاد هذا العمل، طبعا حسين ومنصور، الاستاذ حسين المنصور ومحمد المنصور طبعا زملاء واخوان لنا سنين مع بعض، في كل مهرجان نتلاقى الحمد لله، ولما اجي للكويت طبعا يكون في اتصال، ولما محمد المنصور وحسين الاستاذ حسين يجون للسعودية يكون في تواصل معاهم، فأتمنى الحقيقة أن أنا أشتغل عمل في نجوم حقيقة كثيرين هنا، يعني أنا أكيد زملائي أقول لك 24 ساعة مع بعض أحيانا في كل مهرجانات، ونتضارب مع بعض، وإحنا خمسة أشخاص إلا جينا في أي مهرجان قالوا اجتمعوا الخماسي الجميل فتلقينا فوضويين، طارق العلي طبعا، ومحمد العجيمي، و حسين المنصور، فتلقين يعني الله يديم هالمحبه إيه ان شاء الله، تلقين يعني نشعل المكان اللي احنا فيه، ما نقعد هذول يقعدون ما احنا لا، لازم طاقه لازم ايجابيه، انتم كوميديانات اصلا، فلازم يكون لكم حضور. لما
العجيمي وطارق العلي وحسين المنصور يعني يتجمعون لابد نطلع منه شيء. تلقينا وفي السنابات نصور وفي المدري ايش وعاملين فوضى بشكل ما تتخيلينه. نعم اكيد احنا سعداء حقيقه بوجودكم معنا النجم الكبير بشير الغنيم والاستاذه الفنانه الجميله من المملكه العربيه السعوديه عجيبه الدوسري على وجودكم معنا في ريال الكويت وان شاء الله نشوفكم من نجاحات الى نجاحات اخرى. وصلنا للختام غاده. وصلنا للختام ونشكر والله كثير مبسوطه فيك يا حبيبي حياك الله. احب هالبرنامج كثر ما تتصورين. انا احبك والله احبكم مره كثير والله. ولا تطولين الغيبه علينا. لا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بس ما ابغى احرق المفاجاه. انا عندي ان شاء الله مسلسل قريب عندكم بالكويت. هني بالكويت نتشرف ان شاء الله. ان شاء الله خير. شفتي يعني اعطيتينا اخبار جميله جدا. نتمنى وجودكم اكثر معنا بالكويت وبالدراما الخليجيه بشكل عام. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا. شكرا لاستضافتكم لنا. يا هلا ومرحبا. ويعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك. الله يسلمك. نشوفكم على خير بكرة. مع السلامة. مع السلامة.